شكرا لك. طبعا اليوم تعتبر ذكرى يعني حزينة للشعب التونسي، ذكرى أليمة جدا. أول اغتيال سياسي والتهم وكل الأصابع، وخاصة الشعب التونسي ولجنة الدفاع ومناصري بالعيد الله يرحمه، كلهم كل الأصابع تتجه نحو حركة النهضة والجهاز السري للنهضة، معسكرة غير عادية كالمعتاد، ويعني الحواجز والأمن و الآن هناك محاولة لاقتحام شارع الحبيب بورقيبة الرمز الذي بدأ السيد رئيس الجمهورية في الأسبوع الماضي عندما ذهب ليكسر هذا الحاجز، لكن على ما يبدو أنه منذ البارحة إلى اليوم والتعتيم، حتى أني أنا كنت أدخل معكم السكايب والأنترنت، يعني كارثية، الوضع كارثي في تونس بالنسبة للأنترنت. يعني أنا أقول هناك بانيك بوليتيك، يعني هناك ذعر سياسي كبير جدا، هناك حائط كبير. السيد الرئيس الجمهورية يتمسك بموقفه، طبعا راشد الغنوشي يتعامل بغرور وعنهجية شديدة جدا معه طبعا، ويحرك من وراءه حرك السيد المشيشي. الشعب التونسي يريد الخروج ولن يتراجع، وفي المرة الفارطة قد قلت لكم أنه لا يمكن للشعب التونسي أن يتراجع المشروع، لأن اليوم المشكلة كبيرة جدا على كل المستويات، وخاصة أن وباء كورونا يعني زاد الوضع تفاقما. الشعب كذلك لم يرضى ولن يرضى بهذه الحواجز الأمنية، وهذا حشر يعني الشعب مع الأمن، يعني وتصبح هذه العداوات بعد مصالحة. تعتبر هناك مصالحة بين الأمن والشعب التونسي، اليوم يرجعون لاستعمال الأمن من أجل طبعا تمرير مشاريعهم الإخوانية المدمرة. طيب، وضع هذه الحواجز من قبل الحكومة هل هو تحدي لموقف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم؟ طبعا هو تحدي، هو أصلا عندما تحدث المرة الأولى في اختياره للوزراء، في إقالته لوزير الداخلية، في إقالته للوزراء الذي يسميهم يعني وزراء الرئيس، ثم إدراج المجموعة الوزراء بدون تشاور، من دون تشاور مع السيد الرئيس، ثم نيلهم الثقة في البرلمان، ثم إنه هو يقول له لو يتم يعني تعيين على الأقل هناك 4 وزراء فإنه لن يؤدوا اليمين أمامه، وهو يتقدم يعني سياسة الهروب إلى الأمام التي ربما ستتيح بالسيد المشيشي والاتحاد العام التونسي للشغل. والسيد الأمين العام للاتحاد قد ذهب وتلاقى مع السيد الرئيس، وكان موقف الرئيس متشدد جدا، لا تراجع بالنسبة له. وهنا السيد رئيس الحكومة ربما سيتم التخلي عنه من قبل حركة النهضة إذا أرادت أن تنقذ نفسها، وستجبره على الاستقالة. لكن رغم تشدد الرئيس التونسي في قراره كما تفضلتي، رئيس الحكومة المشيشي قام بتغيير وزير الداخلية، أي العصب الأمني، واليوم الاحتجاجات تكثر في تونس كما تعلمين، والأزمة تزداد. كيف سيتصرف رئيس الحكومة مع هذا التغيير الحساس في هذه المرحلة تحديدا في تونس؟ فعلا انه هو يتصرف يعني كما قلت انه سياسه الهروب الى الامام، وبنوع من الاستفزاز الكبير جدا، وهو لا يعلم يعني ربما لا يعلم ما هي تبعات هذا، لانه هو في نفس الوقت رئيس حكومه ووزير داخليه، وكل الشعارات منذ مده ضده، يعني الكل ضده. هل هي تاتي فعلا لخدمه راشد الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية؟ الكل يعلم أن السيد المشيشي مسكين، يعني ليس هو لا حول ولا قوة، وهو يعني مانيبولي، فما مانيبولاسيون، يعني فما تحريك، من يحركه هو الغنوشي وحركة النهضة، خلاف الكرامة. يعني السيد مسكين، يعني دخل ووجد نفسه في أحضان هؤلاء يعني قوى الشر، وذهب ولا رجعة له، لا يقدر أن ينتحب ولا يقدر أن يقدم. فهذه المشكلة، وهو ربما يمكن أن ينقذ نفسه إذا
طاح بهذه الحكومة وبهذا التحوير الوزاري ورجع إلى مربع الرئيس وربما نعم. يتفاهم معه، لكن إذا تراجع سيكون له مشكل كبير جدا في هل تتوقع البرلمان. هل تتوقعين أن يتراجع باختصار لو سمحتي؟ لا 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 لن يتراجع، لن يتراجع وستتم إقالته نعم وسحب الثقة منه. نعم، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الدكتورة بدرة قعلول، أشكرك جزيل الشكر، حدثني مباشرة من تونس.